يسعد أوقاتك أختي الغالية، عم بتخبرينا أنه عمرك 50 سنة وعم بتحسي حالك لما عم تفيقي من النوم أنك تعبانة. الحل كتير سهل وما تخافي، الفكرة أنه عندك نقص بالحديد. بكل بساطة بتعتمدي على الأكلات اللي موجود فيها الحديد، اللي هي بالأول عندك كبدة الدجاج أو الخروف أو البقر. النقطة الثانية، في مشروب سحري أخضر بتجيبيه وبتعمليه كل يوم وبتشربيه، خلال 10 أيام رح تلاقي جسمك كله فرق. الوصفة كتير سهلة، منجيب السبانخ، منجيب نوع من الحمضيات يعني برتقان، لأنه مشان بدنا فيتامين سي حتى يسهل امتصاص الحديد. النقطة الثالثة، بتحطي فيها قد ما بدك سبانخ، كتريلي السبانخ وحطيه ضمن العصير، وتحطي حبتين كاجو، حبتين مكسرات، أي نوع بتحبيه، واخلطي واشربي لها المشروب. خلال 10 أيام رح تفرق عندك الهمة والنشاط، ورح تحسي شعرك صار غير، بشرتك صارت غير. بتمنى لك الصحة والخير، وأهلا وسهلا فيكم بأي سؤال. أناقة أنسة معكم.